أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم لبس الرجال للذهب الأبيض أو للألماس؟ التحريم إنما جاء في الذهب والفضة، وما عداها من المعادن ولو كان نفيسا فالأصل فيه الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا تسميته الذهب الأبيض ما هو صحيح، ما هناك ذهب أبيض، الذهب معروف، الذهب الأصفر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.